كل سنة بيكون في ترند جديد للميك اب، والصيف معروف انه بيجي بالوانه الفريحية والمبهجة، واكيد اكيد هالشي بيعني انه في ترند معين للميك اب بصيف 2022. لنعرف اكثر عن هذا الموضوع معانا خبيرة التجميل الكيوت جدا 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 سلمى مجدي. مساء الهلو يا سلمى. مساء النور. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. متوترة؟ لا خالص. لا خالص، هو الجمال ده ما يصحش يتوتر. امورك تمام؟ الحمد لله. شو خبرينا، ايش عامل الصيف والترند؟ صيف بقى ميك اب، صيف وجماله والوانه الحلوه. يعني الصيف طبعا السنه دي الالوان فيه ترندي جدا، بدايه من الكالر حاجة لابساه، الاورنج، الجرين، البينك، اللي هو الالوان الساطعه وبيتلبسوا مع بعض. يعني ممكن اللون زي حضرتك لابساه البينك يتلبس مع الاورنج، بيعملوا مع بعض كونتراست تحفه. الجرين برضو بيتلبس مع الازرق. أوكي. وده اكيد بيدي ريفلكشن على الميك اب، يعني بيخلي الميك اب يعني الوانه متقاربه من المود بتاع اللبس. من الحاجات الترند جدا في الميك اب السنه دي في الصيف الكحل الازرق. جوه العين ولا برا العين؟ جوه بقى وفي العين وبره، في على الخدود كمان يمكن. لا مش للدرجه. كمان الاي شادوز بتبقى كلها الالوان اللي هي مديه لون البيتش شويه. برده لون الروج برده مايل كله على السيمونات يا اما البينكات، بس البينك في الروج مش ترندي قوي قد ما اللون اللي هو الترندي جدا، اللون اللي هو بيبقى سيمون شويه وداخل فيه نسبه بني خفيف كده. اوكي. الالوان دي طالعه حلوه قوي لان كلها بيزك وبتليق مع كل الالوان بتاعه اللبس الجديده الترندي جدا، بتدي شكل مفرح جدا مبهج للبشره وللوش ومطله العين. كمان الهايلايتر في الصيف بنميل اكتر للهايلايتر المايل على الجولد. اوكي مش السيلفر. لا مش السيلفر. أوكي. السيلفر يعني بيبقى اكتر للويدنج، للحفلات كده، الاعراس هاي. طب هلا عشان انا كثير في عندي اسئله وما رح اسكت ولا دقيقه بهاي السيجمنت. بدي بس تخبرينا اول شيء، هاي منا طبعا هي الموديل اللي رح تعمل عليها سلمى الميك اب، ايش رح تعملي بالضبط على منا يا سلمى؟ اول حاجه عايزين نعمل التحديدات بتاعه الهايلايتر. السؤال ده بنتساله كتير قوي. البنات كلها بتساله لانها بيبقى ده حاجه ديلي بيستخدموها كل يوم. الهايلايتر، تقسيمات الوش، كل البنات شايفه ان مناخيرها كبيره جدا وانها محتاجه تعمل كونتورنج فظيع، فاحنا عايزين نوريهم ازاي يعملوا كونتورنج بطريقه بسيطه. أوكي. وازاي نستخدم الهايلايتر بطريقه حلوه ويكون مناسب للصيف اللي احنا فيه. اوكي. هوريهم برده ازاي هنرسم العين من تحت بالاي شادو بطريقه بسيطه. وازاي نحط ماسكارا من تحت، يعني هوريهم كذا حاجه. طب يلا خلينا نبلش بقى. اوكي. وانت عم تشتغلي رح اسالك اسئله، بس هيك خبرينا برده خلال حديثنا ايش عم تعملي بالضبط على منا، عشان كمان المشاهدين يشوفوا الخطوات ويطبقوها على حالهم. اكيد الصبايا والأنسات والسيدات الجميلات اللي عم بيشاهدونا في هو وهن، ايش رح تعملي اول شيء؟ اول حاجه هنعمل بنحط الهايلايتر على المناخير. اوكي. وهناخد اللون الجولد شويه. اوكي. وبيبقى ليه فرشه، دي شكل الفرشه بتاعته. في بنات بقى عندها فرشه، في بنات ما عندهاش فرشه. باصابعها بتقدر تحطها صح؟ عايز اهو كده. ايوه حطي بالظبط عشان الناس اللي ما عندهاش فرشه تعرف. لو انا ما عنديش فرشه. أوكي. لو انا عندي فرشه هجيب دي، بتتباع في كل الاماكن، وهاخد درجه تكون مناسبه ليا. بس الفرشه ميزتها انها هتحط اكتر، يعني الكميه بتاعتها هتبقى اكتر مظبوطه ومش هيبقى فيها زيادات. اوكي. غير الصباع، يعني لما بحط بصباعي هياخد كميه مش مظبوطه، وفي نفس الوقت رح تلاقي مكان اكتر من مكان. بس انا بتكلم على البنات. البنات كلها يعني بتحاول ما تجيبش فرش. طب بدي اسالك، الترند تاع الميك اب لصيف 2022 هل هو بسيط ولا بسيط؟ يعني بسيط. بسيط. ما احنا كيف عم نحكي بسيط والالوان صارخه؟ انا هذا الشيء اللي هي الالوان صارخه قوي، فعايزه حاجه بسيطه. أوكي. عشان تبين جمالها، يعني أوكي. لو احنا بنتابع النجمات المشهورين هنشوف ان الميك اب بتاعهم كله زي ما بقول لك كده، حتى الاي ليشز مش كبيره قوي. اوكي. الالوان بسيطه علشان بيبقى هي اصلا لابسه حاجات فلاورز واوف شولدر وحاجات
روشه ولذيذه في نفس الوقت عايزه ميك اب يبينها سيمبل. اوكي. هتكتر قوي في اللوك بتاع عينها هتبقى مش لايقه على لبسها. اي يعني اذا بدها مثلا تغير شوي بالميك اب تستخدم خلينا نحكي الاي لاينر الملون او الاي لاينر الملون هو الازرق ترند جدا، الازرق اللي هو مش الكحلي اللي هو يعني في انا لون بحبه بس بعرفش اسمه مبدئيا. لون حلو كده بيبقى مبهج مش بيبقى غامق يعني مش مايل لا غامق ولا مش فاتح مش دارك بلو. بيكون بتحسي هيك زي كانه نيون بلو صح؟ دي الاماكن اللي بنحط فيها الهايلايتر زي ما قلنا عند المناخير في الجبهه من النص بتديني اضاءه في البشره في الوش. اوكي. دي اماكن الاضاءه ودايما عايزه تظبطي الهايلايتر ابتسم يعني اضحكي كده اضحكي يا منى. ايوه اضحكي. كل ما ضحكتي كل ما الهايلايتر جه في اماكن مظبوطه اكتر. والهايلايتر بيظبط احطه خلال النهار وبالليل سلمى؟ في بالنهار وفي بالليل بس في النهار بنميل للجولد اكتر. أوكي. بالليل ممكن بقى الابيض سنه السيلفر شويه وبنحطه بنفس الطريقه على الاماكن نفس اللي انت الطريقه دي اضاءات في البشره وممكن اصلا اكتفي وانا نازله في النهار مثلا ببلاشر خفيف هايلايتر خفيف ماسكرا مش لازم احط فول ميك اب الصبح اصلا. طيب وبالنسبه للروج يعني هل ال الروج زي اللون اللي انا حطاه المطفي ولا فيه لمعه؟ لا السنه دي جلاسي موضه جدا. بس انا النهارده عامله لها اللوك بتاعها مات. أوكي. يعني عشان هو ماشي مع اللبس بتاعها. بس في يعني في ناس بتحب المات وفي ناس بتحب الجلاسي بس طبعا شور السنه دي الجلاسي هو الموضه. الجلاسي هو بس مش كل الناس بتحبه هو مرات لانه اذا بتعرفي مع الهواء بيجي كمان الشعر على بيلزق بيلزق ما هي انا عشان هيك بحبه. بس هو في حاجه في الليب جلاس لما بيكون بيلمع قوي بيدي اكسترا فوليوم لللبس صح مظبوط. فالبنت لو هي عايزه تدي شكل ان هي شفايفها اكبر شويه فتحط ليب جلوس يكون جلوسي فوق يعني اللون اللي هي حاطاه. اوكي فوق الروج وكمان بيعمل ثبات اعلى وبيعمل نسبه ترطيب عاليه جدا في الشفايف واحنا بحاجه الترطيب اكيد كلنا محتاجين. يا سلمى طيب بدي اسالك كمان بالنسبه كملي انت كملي. بيبقى عندنا في الباليت مثلا بتاعه الاي شادو الوان كتير. اوكي بنختار اللون الانسب لينا. اللون الترندي اكتر لون ترندي في الايام اللي احنا فيها دي اللون ده. أوكي. ده جدا ترندي مع ده بيتحطوا ماكس يعني هو شو اشي على بينك شويه اكتر. اوكي لو انا بقى ناتشرال اكتر وصبح وكده بحط الالوان البينكات. والله البينك فيه منه بينك يعني بينك بس هو ما بيبقاش بينك كده في الحقيقه يعني. أوكي. وده برضه على حسب لون البشره يعني لو انا روزي بيضه هحط بالالوان دي لو أوكي. انا مثلا مش بيضه قوي برونزر شويه هحط من الالوان دي. والتاند ايش بي ما هو هم عاملين بيبقى فيه التاند بقى بتحط من ده. اوكي مع ترابيه شويه الاثنين مع بعض عشان يبان. أوكي. بس لو تاند قوي وحطت بينك قوي هتبقى كونتراستد لان البينك بيبقى ماشي اكتر مع البشره البيضه. اوكي كتير حلو خلينا نشتغل ونحكي اللون بنفس اللي هو اللون اللي هو الهايلايتر اللي هو هنا ده بيتحط على التشيكس. اوكي ممكن على الخدود. كده. طب بدي اسالك كمان بما انك انت عم يور ابلاينج او عم بتحطي البلاشر بدي اسالك عن موضة الحواجب هاي السنه يعني انا عم لاحظه انه كلياتهم عم بيروحوا للحواجب الطبيعيه اكثر بتعرفي اجت موضه قبل طبعاً. التاتو والمايكرو بليدنج بس اغلب الناس صار هلا الحاجب كل ما يكون معفشك كل ما يكون ترندي اكثر صح؟ حواليكي ازاي هنعمله كده رح تعمليه كمان طب خلص بيرفكت طبعا احنا عايزين نشوف هنا الفرشه بتاعت البلاشر بتكون واخده ميل اوكي وكبيره بتكون وكبيره أوكي. كبيره عشان توزع على منطقه الخد كامله وبنمسكها كده زي يعني بنفس شكل الخد بتاعنا من تحت لفوق يعني كده فبتديني رسمه الخد شكلها حلو قوي. هلا في كمان البلاشر ليكويد عم بيكون زي لبستك هيك في بلاشر ليكويد بس في بنات بتحطه قبل الفاونديشن انا في وجهه نظري ان هو بيكلكع اوكي بيبقى الفينشنج بتاعه مش حلو أوكي. يعني بعد ما بيجي عليه الفاونديشن يا اما بيغطيه يا اما بيخلي الطبقه اللي على البشره تخينه أوكي. فبفضل اكتر البلاشر الكريمي يكون لو انا نازله في النهار من غير فاونديشن أوكي. مع هايلايتر كريمي بيبقى تحفه او مثلا في هايلايتر زي ده كده يعني برضه عايزه اقول لهم ده بيبقى زي في تيوب كده وبيبقى ليكويد اصلا أوكي. ده بيتحط برضه للبشره اللي هي مش حاطه فاونديشن بيبقى كويس بيعطيها اللمعه هاي اوكي لو انا عايزه اعمل كونتورنج بقى برضه ممكن من البلاشر انا بعمل حاجات سهله البنات تقدر تعملها في البيت اللي هي البسيطه يعني مش محتاجه
بتروح لميك اب يعني. طب خلينا في اي باليت بيبقى بتاعت بلاشر بيبقى فيها كل الدرجات. اوكي. فبناخد الدرجه اللي هي زي دي مثلا اللي هي ميديوم. اوكي. وبنعمل براحه مش كتير، مش بناخد منها كتير. اوكي. وبنروح جايين من عند الحاجب. اوكي. واخدين كده بننزل زي بنرسم كده ونسحبها مع رسمه العين. هذا كونتور للمناخير. كونتورنج سيمبل جدا وفي وقت قصير جدا وبيطلع لي نتيجه حلوه قوي. لو انا مناخيري طويله من قدام شويه عايزه اقصرها بروح عاملاها من قدام كده عند الارنبه اقصرها. اوكي. يعني مش اعمل بقى خطين. مش اعمل خط يمين وخط شمال واسيب تحت هيديني طول اكتر، لا لازم اعملها من هنا كده بحيث تبقى شكلها حلو وما تديش مدى المنخار فيها. طيب وبس الحواجب. الحواجب بالضبط جاي احكي لك. الحواجب بقى في الصابونه او الجل صح؟ دي بتبقى جل او صابونه بتبقى اسمها سوب برو. بتبقى بتتبل بالميه وبنعملها كده بالفرشه بتاعت الحاجب عادي وبنتني الفرشه، يعني اي فرشه بتبقى كده بنروح تانيينها. اوكي. عشان تبقى سهله معانا ونعملها في السوب. اوكي. وبعد كده بنروح مسرحين الحاجب. فالشعر نفسه بيروح واخد يعني متسرح لفوق وبياخد دايركت واي لفوق كده. اوكي. وبيدي شكل ان هو طبيعي ومش مترتب.